احتفالا باليوم العالمي للسياحة، نظم الديوان الوطني للسياحة بالتنسيق مع مركز الفنون والثقافة بقصر الرياس أبوابا مفتوحة تحت شعار السياحة لتحقيق النمو الشامل. هذه مناسبة للاحتفال بهذا اليوم، وأيضا هي مناسبة للتعريف بالمقومات السياحية التي تزخر بها البلاد، وأيضا بالموروث الثقافي والصناعات التقليدية. نريد أن نمزج بين ما حبان الله به من جمال، من طبيعة خلابة، من مقومات، وما يصنعه الإنسان بأيديه وأنامل الحرفيين الذي نكن لهم كل احترام. أزيد من 22 حرفي يعرضون على مدار 4 أيام منتجاتهم التقليدية، كلهم أمل في الرجوع التدريجي لنشاط تجاري بعد جائحة أثرت سلبا على عائداتهم. مشاكل الحرفية عموما هي في التسويق، هذا هو المشكل الرئيسي اللي عندنا، خصوصا في هاد الأعوام اللي فاتوا جائحة كورونا اللي زادت بزاف على الحرفي، غاص بزاف الحرفي، خاطر هذه المدخول تاعو في الحرفة تاعو يعني ما كانش بزاف معارض ولا مهرجانات. من أهم شروط عودة النشاط التجاري بعد الجائحة تقديم تحفيزات فعلية مؤطرة للنشاط الحرفيين، جاءت في آخر اجتماع وزاري. فتح الفضاءات للحرفيين من أجل التثمين والمحافظة على الموروث الثقافي الذي يتمثل في جزء كبير منه في الصناعة التقليدية. الجمعيات المحلية هي عنصر فاعل في توفير هذه الفضاءات، في توفير حتى الفضاءات ربما من محلات التي هي صالحة للتأجير بأسعار معقولة، ممكن أن يكون لها يعني أثر إيجابي عند الحرفيين من أجل التسويق وترويج المنتوج. تجسيد هذه التوصيات على أرض الواقع من شأنه رفع آخر حاجز أمام التحدي الذي يفرضه النمو الشامل بقطاعي السياحة والحرف التقليدية.